خصوصا لو كانت الحكاية أجزاء يعني، فبيرتبط بالممثل وبيعيش معاه وبيقول إن هو ده الشخصية، فبيحصل له يعني عدم توازن شوية لما الممثل يتغير. فكنت بصدد إن أنا أعتذر الحقيقة، لكن قعدت مع الأستاذ مجدي والأستاذ مصطفى الشال والأستاذ لؤي والأستاذ وائل أصحاب شركة أوسكار، وقعدنا رغينا الحقيقة في الموضوع ده. لقيت إن هم أقنعوني يعني إن أكم من مسلسلات أجزاء الممثلين اتغيروا، وأشهرهم على الإطلاق كان ليالي الحلمية، كان الممثلة الجميلة أثار وجت الممثلة الجميلة إلهام شاهين مثلت الدور، وده كان أكبر مثل ممكن تاخديه يعني. وليالي الحلمية بقى كمان، فإسماعيل عبد الحافظ وأسامة نور عكاشة يعني الله يرحمه الله يرحم الجميع يعني. وأنا اشتغلت في المسلسل ده الجزء الرابع والخامس برضو، فيه برضو بتجوز قمر السماحي في الآخر، كنت طلع خالد السماحي. زائد ان اللي خلاني كمان شجعني اكتر ان اعمل الدور ان انا مش غريب على الناس في الصعيدي يعني، انا عامل انجح 3 مسلسلات على الاطلاق اتعملوا صعيدي يعني، ذئاب الجبل، الضوء الشارد، حدائق الشيطان، فالناس يعني عارفاني كويس كصعيدي يعني، فمش هبقى حد مقحم ولا غريب عليهم. فده اللي خلاني اوافق. مساله التجهيز في الدور، انا اتفرجت على احمد وشفته بيمثل الشخصيه ازاي، وكل ممثل عنده معطياته يعني، كل ممثل عنده أدواته وعنده معطياته اللي بتختلف عن الممثل التاني. فعملت الدور والحمد لله لا نجحنا يعني. الرياضة الكوري بقى التعامل كان معظم المشاهد مع بعض ده شخص رائع. ده أول تعامل بينكم؟ لا لا لا، ازاي بقى ازاي، لا اشتغلنا كتير قبل كده مع بعض، اشتغلنا كتير جدا. ورياض الخولي من الممثلين القريبين لقلبي جدا، شخص مثقف جدا، فنان واعي جدا، حاسس بظروف الحياة زي، عنده وجهة نظر مظبوطة في أغلب الحاجات اللي بيقولها إذا ما كانش كلها، لا يخشى لوم لائم في الحق زي ما بيقولوا. فمن الشخصيات القريبة جدا مني، وعلى فكرة الأستاذ رياض هو شخصيا اللي رشحني في الدور، لما هو اللي شاور قال ما أحمد سلام يعني، هو شخصيا كمان. فأنا بشكره طبعا من هنا على ترشيحه، وما تصوريش قد إيه بستمتع مع الأستاذ رياض في التمثيل. وعموما لما يبقى قدامك ممثل جامد أنت كمان بتبقي كويسة، بتبقي شاطرة.